وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاماً. نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاماً. صباح فخري فنان سوري يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، فنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية. وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديراً لفخر البارودي الذي رعى موهبته. الفنان الراحل من مواليد حلب عام 1933 حصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن. كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومجيرا لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كالركاس بفنزويلا. أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة، وطاف العالم وتربع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية، والذي ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور وفاته صور لآخر ظهور له مع ابنه ومع زوجته، إضافة لصور من تكريماته الأخيرة، كما تم تداول صورة له أمام إحدى المطاعم بسوريا